مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية لرواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة بين نستضيف رجل مميزا ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا. رحبوا معي بأستاذ هيثم مصطفى، صاحب ومؤسس استديو الزورق. بداية أسعد الله أوقاتك أهلا وسهلا، يا هلا. أستاذ هيثم. في البداية حابين نتعرف عليك أكثر ونعرف السادة المشاهدين عن بدايتك المهنية في دولة الإمارات، وكيف جت لك فكرة تأسيس استديو الزورق؟ صراحة في عام 1983 بدأنا بمحل بمنطقة البوطينة، متواضع بسيط، لكن فيما بعد الحمد لله تطور شيء فشيء. طبعا نحن الحمد لله بنقدم التصوير كمؤتمرات وحفلات ومنتجات وتصوير عائلي في المنازل، تصوير طبعا جميع المناسبات، وعندنا طبعا تصوير لجلسات الأطفال أيضا، وكل ما يتعلق بعالم التصوير من فيديو أو فوتوغراف الحمد لله، وما يتعلق بتكبير الصور والألبومات طبعا الخاصة المصنعة هنا طبعا بطريقة خاصة التي نختص فيها طبعا. وأيضا طبعا لدينا فريق نسائي على أعلى مستوى الاحترافية الحمد لله، وتوفر طبعا مخرجة فيهم تقوم بترتيب الأعمال الفنية بالنسبة لتصوير الحفلات الأعراس النسائية الخاصة بدون تدخل أي عنصر رجالي، كله فريق نسائي، من التصوير إلى المونتاج إلى الطباعة إلى التحميض إلى تصميم الألبومات بالفوتوشوب وكل ما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو. جميل جدا أستاذ هيثم. حابين نعرف سر التميز والنجاح. ما شاء الله بنيتوا اسم كبير خلال سنوات طويلة، وافتتحتوا بدل الفرع ما شاء الله 2 و3. حابين نعرف سر التميز والنجاح. الحمد لله وتوفيق من رب العالمين، أكيد لكن دائما كنا يعني اختيار الفريق العمل يكون فريق يعمل بروح فنية وبثقة عالية أثناء العمل وبإخلاص وجد وتقديم أفضل ما يمكن للجهة المطلوب التعامل معها، فهذا الشيء طبعا عزز من قوتنا في السوق ووجودنا والحمد لله على مدى الأعوام السابقة كلها. جميل جدا. كرجل أعمال ناجح حابين نعرف النظرة المستقبلية لك بعد 3 سنوات من الآن. الحمد لله يعني إن شاء الله مستمرين ممكن بفتح فروع ثانية زائد. طبعا نحن عندنا الفرع الأساسي في الشارقة منطقة القليعة، هذا نتكلم منه حاليا، زائد عندنا في فرع بالشارقة طبعا أيضا بمنطقة المويلح طريق المدينة الجامعية، وفرع آخر في دبي منطقة الطوار. فإن شاء الله نتوسع بفروع ثانية ونبقى عند حسن ظن السادة المتعاملين إن شاء الله وننال ثقتهم، وهذا اللي الحمد لله أعطانا سر النجاح والتميز. بإذن الله أكيد بنتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله، وتكبروا أكثر وتوصلوا ل7 إمارات بإذن الله في المستقبل. أستاذ هيثم، إحنا عايشين في بلد الأمن والأمان، دولة الإمارات العربية المتحدة. شيوخ دولة الإمارات ما قصروا معنا، وفروا لنا البيئة الخصبة والأمن والأمان. حابين نسمع منك رسالة شكر لشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة. أكيد الحمد لله هذا الشيء واضح لا ينكر، يعني أكيد هذا فضل من رب العالمين الأمن والأمان، فبنتوجه أكيد برسالة ونستغل فرصة قروب العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، نرفع أسماء آيات التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائبه وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات أيضا وإلى كل المقيمين أيضا. شكرا لكم. شكرا لسيادتك العظيمة، وأكيد الله يطول في عمر شيوخ الدولة ويديم علينا نعمة الأمن والأمان يا رب. قبل ما أختم البرنامج حابب أعرف الموقع الجغرافي لاستديو الزورق، وين إحنا؟ نحن في الشارقة منطقة القليعة، هذا الفرع الرئيسي حاليا، وفي زي ما تفضلنا في فرع في الشارقة أيضا في منطقة مويلح طريق المدينة الجامعية، وفي عندنا بدبي منطقة الطوار. مشاهدينا الكرام، أرقام التواصل والموقع الجغرافي أسفل الشاشة.
أستاذ هيثم، شكرا كثير لاستضافتك لنا، وبنتمنى لك التوفيق والنجاح بإذن الله. شكرا لكم، شكرا لوقتكم، أهلا وسهلا، شرفتوا. الله يخليك. مشاهدي الكرام، وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.